لم يكن على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، أي ما في الدنيا من المال والأهل والجاه والمنصب والشهادات والبنين من زينة الدنيا وزخارفها وزهرتها. وفي هذا الحديث تأكيد على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على النوافل والمواظبة عليها وعلى السنن الرواتب، لكن سنة الفجر كان أشد حرصا ومواظبة عليها. فهذا الحديث حديث عائشة يؤكد ذلك، لم يكن أشد حرصا وحفاظا وتعاهدا منه على ركعتي الفجر، وهما الركعتان بين الأذان والإقامة لصلاة الصبح، وأنه